هل يصلح أن أقوم الليل بسور قصيرة بعد الفاتحة أم يلزم أن أقرأ من المصحف سورا طويلة؟ كل جائز وليس شيء من هذا بلازم، ليس لا يلزم شيء من هذا. إن أحببت أن تقرأ بسور قصيرة أقرأ بسور قصيرة من حفظك، إن أحببت أن تقرأ من المصحف كل وارد، جائز عفوا كل جائز. نعم.